واحد. تمام كابتن عبد الحليم، الورقه الصغيره اللي مكتوبه بالاحمر ده عندك دي فيها ايه؟ انا دي ده ورقه، طرد. دي ورقه كنت انا اتفرجت على ماتش فاركو اللي فات؟ فاركو مع المصري. مع المصري. فانا عن نفسي وانا قاعد بحضر، ف كان انا كان انا مدير قول فني، لنا بقى ايه اللي في الورقه؟ فبحضر. لا كاتب في الورقه ان اسلوب فاركو مع طارق العشري يختلف تماما مع سموحه. مع بيدرو ومع طب بتتكلم على 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 يعني على المدير الفني. طارق العشري مع سموحه يختلف تماما مع فاركو. بمعنى ايه؟ بمعنى امكانيات اللعيبه في فاركو اعلى. امكانيات طبعا اعلى، مع احترامي الكامل لسموحه، ان طبعا الامكانيات هنا هتساعده تماما ان هو يعمل الشغل اللي هو عايزه. لو احنا معتقدين ان طارق العشري مع الفرق الثانيه كلها بيعمل زون ديفنس وبيعتمد على المرتدات، لا ده هو عنده عناصر يا كابتن طارق تقدر تساعده ان يلعب معاه جيم وجيم متوازن. يعني من ميز الكابتن طارق مع فاركو الالتزام التكتيكي والتنظيم الجيد، هو ناجح جدا في المنطقه دي، انما اللي هيساعده كمان العناصر اللي موجوده في فاركو. انا لما اتفرجت له في تنظيم جيد كان لفاركو قدام المصري، قدروا ان هم يجيبوا جنين في وقت معين وجابوا الثالث، بس اتحسب اوف سايد. انما عنده فرقه جيده، عنده فرقه منظمه، عنده خط هجوم قوي بيعرف يوصل لعيبه عندها الخبرات، شكري نجيب وعمرو جمال ورزق حمروني. رزق حمروني ده من اللي عنده السرعات ويقدر يخترق بسرعه جيده، ووصل وجاب جنين، وشكري نجيب جاب جون بس اللي اتحسب اوف سايد. في نص الملعب عنده الراجل قدامنا على الشاشه تشكيل هو كابتن عبد الحليم فاركو. وخلي بالك فاركو اخر مباراه كسب، قبليها بثلاث ماتشات ما كانش كسب خالص، يعني تعادل في خساره في خساره ثم مكسب. فده يمكن تغيير في طريقه فكر المدرب وطريقه السيستم اللي هيشتغل بيه طارق العشري عن ما سبق من المدربين. انا بقول لك هو عنده عناصر هتساعده ان هو يعمل مباراه جيده، عنده عناصر ممكن يقفل بيها بشكل جيد. المباراه صعبه على نادي الزمالك النهارده، المباراه مش سهله. عنده محمود حماده ده لعيب جيد جدا، بيعمل الزياده دايما باستمرار، الراجل الافريقي هو اللي بيثبت. عنده رزق حمرون وعنده شكر نجيب من اللعيبه بتقف على الكوره وتروح بشكل، وعمرو جمال كمان في الارتداد عامل تنظيم جيد جدا وبيقدر يثبت احمد صغيري او سكاري. عنده جابر الكامل ده بيطلع، ويكادة ده برضه بيطلعوا على مراحل، انما هو عنده تنظيم جيد سريع جدا.